تنظم جمعية الهلال الأحمر المصرية دورة تدريبية لفرقي الاستجابة للطوارئ بمحافظات الصعيد، وتستمر فعاليات الدورة لمدة 4 أيام بالغردقة. تستهدف هذه الدورة تدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية وكيفية نقل المصابين ودور جمعية الهلال الأحمر المصري في مواجهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل مع الإعلام خلال الكوارث والأزمات. ويشارك في تلك الدورة 20 متدربا من 4 محافظات، وهي قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر. بيتم من خلال هذه الدورة إعداد كوادر من المتطوعين لمواجهة الأزمات والطوارئ لا قدر الله في حالة حدوثها في أي وقت من الأوقات، من خلال تدريبهم ودعمهم بتدريبات متعددة في الإسعافات الأولية والدعم النفسي وكيفية نقل المصابين وكيفية التحدث مع الوسائل الإعلامية. الفرق بتحصل على تدريبات منها الإسعافات الأولية، الدعم النفسي، كيفية التعامل مع الإعلام، كيفية التواصل واستخدام اللاسلكي. بنعمل لهم محاكاة بيكون فيها مصابين ممثلين بيمثلوا الإصابات، بيعرفوا كويس قوي يعملوا خيم، يتعاملوا مع المصابين وأهالي الضحايا. كل ده في تدريب لمدة 4 أيام، تدريب مكثف بيكون لمتطوعين الهلال الأحمر المصري.